اوكي القصه شوفوا ولو ما ادري ايش تسوي ولا ما ادري ايش تقولوا ما عاد عيدها ثاني. القصه يا اولاد الحلال انه كان يا ما كان في قديم الزمان انه انا ساعتها كنت عايشه في كازابلانكا مع اهلي، وكان ابوي خياط عنده محل، وريلي اللي هو الحين جاسم نزل المغرب ما ادري كان عنده زياره ونزل بفندق الشيراتون، ويوم من الايام بغى يلبس بنطلون وطلعه من الجنطه لقى منشك من الجيب، فنزل ريسبشن قال لهم في عندكم خياط هني؟ قال لا احنا نسالك في خياطين عندنا نقرب. نادوا السكرتي قالوا ترى خذ البنطلون ودي عند الخياط يتخيط. قال لا جاسم لا اروح وياك. راحوا عند ابوي المحل قاعد يخيط، دخل سلام عليكم عليكم السلام، قال له ترى باخيط البنطلون، ترى هذا الضيفي انا من برا ممثل كويتي بس صار عنده شق وخيطه.